القناة الإعلامية للبنت السورية هي الأفضل دائما. جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف ثبات الموقف الروسي الرافض لأي تدخل أجنبي في شؤون سوريا الداخلية. وقال لافاروف: إن سوريا دولة محورية في الشرق الأوسط، وإن أي محاولة لزعزعة استقرارها يمكن أن تسفر عنها عواقب كارثية، مشددا على وجوب التصدي لهذه المحاولات وقطع دابرها. ونوه وزير الخارجية الروسي بالإصلاحات التي أعلنتها القيادة السورية، وقال إن السلطات السورية باشرت بإصلاحات فعلية، مؤكدا أن رفض المعارضة لهذه الإصلاحات والاقتراحات سيكون موقفا تتحمل مسؤوليته. وبدوره أعلن فلاديمير تشيجوف ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، أعلن أن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف حذر الجميع علنا وبصورة دقيقة واضحة من أن روسيا لن تدعم أي قرار دولي ضد سوريا يجيز استخدام القوة. وقال تشيجوف في تصريح لوسائل الإعلام الروسية من بروكسل: إن قضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستناقش في قمة روسيا والاتحاد الأوروبي والتي ستعقد يومي 9 و10 من حزيران الجاري في مدينة نيجنينوف غورد الروسية. وأضاف تشيجوف: إننا نعرف جيدا أن عملية الناتو في ليبيا لفرض منطقة حظر جوي فوق أراضيها قد تجاوزت بعيدا التفويض الصادر عن مجلس الأمن بهذا الخصوص. ونظرا للموقف الروسي هذا، قام وفد يمثل أبناء الجالية السورية في موسكو بتقديم بطاقة شكر وتقدير إلى ممثل وزارة الخارجية الروسية، تقديرا منهم لمواقف روسيا الاتحادية المشرفة والداعمة لسوريا. وأشار ممثل وزارة الخارجية الروسية إلى أن سوريا هي دولة محورية في المنطقة، مؤكدا ثبات موقف بلاده الرافض لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية السورية. وأقام أبناء الجالية السورية فعالية تضامن جماهيري في إحدى الساحات المركزية في موسكو، أكدوا فيها وقوفهم إلى جانب شعبهم وقيادتهم في وطنهم الأم، واستعدادهم لبذل كل ما يمكن من أجل بقاء سوريا منيعة صامدة في وجه أي محاولات خارجية تريد النيل من مواقفها الثابتة في الدفاع عن القضايا الوطنية وتأييد المقاومة المشروعة ضد العدو الصهيوني. نحن جينا على لهون نعبر عن تضامننا وموقفنا الصريح والواضح مع الوطن الأم، ونتشكر الحكومة الروسية بشكل عام الدولة الروسية على موقفها الشجاع والحقيقي اللي داعم لسوريا. أنا مقيمة في موسكو، ونحن اليوم اجتمعنا مع الجالية السورية بموسكو، حتى في من مدن تانية اجوا اليوم لهون على العاصمة، والاتحاد الوطني لطلبة سوريا، الكل اجتمع لحتى يقول هالكلمتين لروسيا الاتحادية، بنشكرها على مواقفها. ونحيي صمود شعبنا، ونحيي جيشنا الباسل وقواتنا المسلحة التي تقف ضد هذه المؤامرة الخارجية الشرسة التي تعرض لها قطرنا ووطننا الحبيب سوريا. وفي موسكو، حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة والدول الأوروبية من تشجيع الفوضى في سوريا. وأعلن لافروف مجددا معارضة بلاده لتدخل مجلس الأمن الدولي في سوريا، وقال: أولا، لا يشكل الوضع في سوريا خطرا على الأمن والسلام الدوليين، وثانيا، فإن سوريا بلد مهم في الشرق الأوسط، وأن زعزعة الاستقرار فيها ستترك انعكاسات تتخطى حدودها وستؤدي إلى عواقب كارثية، مشددا على ضرورة أن يرى المجتمع الدولي حقيقة ما يجري في سوريا ومحاولات بث الفوضى في سوريا، ودعا إلى ضرورة قطع دابر هذه المحاولات.